السلام عليكم. شنو موضوعنا؟ موضوعنا السلة. في ناس مو عارفة شلون تسوي السلة أو شنو تختار من شغل في السلة. خلنا نختصر هذا الموضوع كثر ما أقدر. ترى السلة على الكرفان الأمريكي السحب كثر ما كانت رفيعة كثر ما كان أفضل، بس طبعا مو تسقحها فوق، ولكن أنك ترفعها كثر ما تقدر، على أساس لأن إذا الكرفان طويل وتتحاشى إن لما تصعد أو تنزل أماكن أساس أنها ما تحك. أنا شنو سويت؟ عادة أني أمشيها. شوفون هي هذه الدعامية الأساسية، هذه هني الدعامية الأساسية، عادة أمشي السلة معاها، ولكن هذا شوي أنزل من اللي كان عندي قبل وحبيت أنها ترتفع أكثر. فشنو سويت؟ وهم غويتها بهالشي هذا. شنو سويت؟ خليتها الدعامية هذه ما شلتها. بعض المرات هذه تقدر تشيلها، هذه 10x10 ملي ونص، تقدر تشيلها وتركب على طول على الشاصي. شنو سويت؟ سويت اني ركبت حدايد. خلنا اوريكم اياهم، والله ماني قادر اوريكم من الزحمة، ولكن الحدايد هذيل تقريبا 8 سنتي 3 ملي على الشاصي، ولحمتهم مع الشاصي. هني شوفهم هني ملحومين على الشاصي، وحطيت هذا المربط احتياطا بس، لان هم بعض مرات اللحيم يفتش. قبل لا تسوي السلة لازم تتخيل، او لازم تاخذ مقاساتك على ورقة وقلم وتشوف شنو انت تبي تركب. انا قلت ابي احط الوحدات ثنتين، ابي احطهم كذي بالطريقة هذه، وبحط ماكينة الكهرباء، ويصير عندي مكان هني مثلا حق الكراسي، وهني الفتشة هذه هم تبريد حق الماكينة، وهم اذا تبي تسوي سيرفس حق الماكينة كتبديل دهن، وهم احط عليها، احط بهالمكان هذا طاولتين. المهم انهم يبينون. الافضل انك تحط لك العاكس الاحمر، ما يضر انك تحط فايت حريق. مثلا انا حاط ثنتين، الوحدة سعرها 5 دنانير او تقريبا 6 دنانير، واحدة يمين واحدة يسار، يعني سهل انك تاخذهم، ما تقدر تدورهم اذا صار وياك شيء. السلة حطيت هنا حديد مشبك، افضل اي شيء يطيح على طول ينزل دهن، ما دهن وصخ طين على طول ينزل ما يتيمع، وهم هو ما يمع لك، هم يكون وزنه اخف من الحديد الصاج بشكل الصاج المسكر. داخل اسوي التقوية من مكان لمكان، مثلا هذا شوف اني حاط 3x3 او 2x2 ملي ونص، ولكن الشاصي نفسه احط 3 ملي 8x4، وهذا واحدة ثانية هني بالنص، وهني على طرف بعد هم الجنب اليمين. تقدر تحط المرابط هذه، وتقدر تستخدم الحديد هذا الحماية بعد هم مرابط. هذا هني انا مستخدم ارتفاع 20 سنتي، وبصراحة انه فادني. اذا حطيت ارتفاع كبير راح يأذيك باي شيء تبي تحطه وتشيله. السبير بالنص لان هني عندي الاكزوز، وهم راح يأذيني باني احط الكراسي في هذا المكان. تلحم على الشاصي الرئيسي، تلحم على الدعامية، مصيرها راح تنعوي ما تتحمل. زائد انك لازم تعرف حمولة كرفانك. اذا الكرفان كبير وهذا ما شاء الله كبير، فتقدر تحط شوية حمولة زايدة هني، ولكن اذا زدت بالحمولة راح يلعب عليك الكرفان يمين ويسار، وممكن توصل الى ان الكرفان ينقلب ويقلب السيارة معك. تفادى انك تحط سوائل، تانكي ماي، اي سوائل ورا راح تخلي الكرفان، تساعد ان الكرفان يلعب معاك يمين ويسار. لا تقط اغراضك بدون ما تربطهم، حط لك مرابط. شوف انا هني حاط مرابط كل مكان تقريبا، حاط مرابط هذي المايون سعرهم دينارين تقريبا الـ4 حبات. حجم السلة هني ووزن اللي انا قاعد احط على هالسلة مو معناته ان الكل يقدر يسوي هالحجم وهالوزن. هذا يعتمد على وزن الكرفان وحجم الكرفان، وهني عندي أنا 4 تواير، فلازم تراعي هذا الشيء. وزن الكرفان قدام لازم يصير أثقل من الوزن اللي ورا. إذا الوزن اللي ورا أثقل من اللي قدام راح يعولص معاك الكرفان، يعولص معناته يتحرك يمين ويسار. نشوف هالكرفان هذا السحب أمريكي صغير تقريبا 18 قدم، ما أقدر أحط نفس السلة هذيك، فلازم تكون السلة أصغر أخف وتتحمل حمولة أقل.
الكرفان الأوروبي. الأوروبي هني في عنده مشكلة إن الشاصي ماله مو ممدود لآخر شيء، تقريبا الأوروبي من آخر 60-80 متر متر ما يكون في شاصي، وإذا كان فيه يكون حد ضعيف، يلا بس أساس يشيل الخشب، فصعب جدا إنك تسوي سلة، وإذا سويت سلة يعني بي لها وقت وتطيح وما راح تتحمل أي أوزان. الموتور هوم الأمريكي، فالسلة اللي تبي تسوي إذا كنت محتاج إنك تسوي سلة عليها، فشنو تسوي؟ تخلي الحداد يشيل لك القطعة هذه، يفصلها فصل تماما، ويركب لك ثنتين مثل هذه المثبتة هني، واحدة يمين وواحدة يسار، ولازم الحديد دائما يكون 5 ملي وأكبر، ولا تسويها قبيحة وايد ولا تسويها كبيرة وايد، خاصة على الموتر هوم. وفي ناس تسوي صناديق، ما هي حلوة انك تسوي صندوق على كرفان سيارة، حتى الكرفان السحب الافضل انك تسوي بس سلة تحط اغراضك عليها، واذا تبي تغطي بطربال.